طيب بما اننا كده في شهر المرأة، شهر 3 ده كله احتفالات بالمرأة طبعا، فاحنا عايزين نتكلم معاكم النهاردة عن المعضلة اللي لحد دلوقتي لسه ما اتحلتش على وجه الأرض، وهي ازاي الرجالة تتعامل مع الستات. ويمكن من يوم ما الإنسان اتولد وفي خلافات دايما معروفة كده وشائعة ما بين الستات والرجالة، يقولك احنا من كوكب وانتم من كوكب تاني، انتم مش فاهمين احنا بنفكر ازاي، وانتوا دماغكم صغيرة وانتوا بتكبروا كل حاجة. يعني دايما في انتقادات كده من طرف الراجل على الست والعكس صحيح طبعا. عشان كده في الفقرة دي احنا هنتكلم مع دكتور مصطفى النحاس طبعا اللي منورنا، واللي بقاله فترة كبيرة ما نورناش يعني، وانا مبسوطة جدا ان هو معانا النهاردة، عن ازاي بقى الستات تتعامل مع الرجالة والرجالة تتعامل مع الستات، بما ان احنا في شهر 3 كده وعايزين الدنيا تعدي ما بين كل الناس بقى، اللي متجوزين واللي مخطوبين واللي بيحبوا بعض واللي داخلين على جواز عشان الجوازات ما تتفركش وما يتطلقوش وحاجات كتيرة جدا. وكل سنة وكل ست طبعا مصرية بألف خير وسلام يا رب. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيكي، منورنا. ربنا يخليكي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام والله، نورتنا. ربنا يخليك. النهارده يوم الحبايب. يوم الحبايب نورتونا. بجد والله. بجد منورنا. ربنا يخليك والله. طيب يا دكتور، يعني مش عارفين اقول لك ايه غير ان انت وحشنا جدا. ومفتقدينك جدا. الله يخليك. ومحتاجينك جدا. عايزين كلها جلسه جماعيه مع بعض. جلسه مع كل المشاهدين. نحاول بقى نحاول كده تخلص من ال دكتور قول لي، يعني ليه يعني بعض من الرجال والسيدات مش بيعرفوا يتعاملوا مع بعض؟ والله زي ما انت قلت كده، عايزين الدنيا تعدي. عجبني هذا المصطلح. ان احنا عايزين الامور تبقى احسن. احنا عندنا مشكله في التواصل، عندنا مشكله في ان اللغات مش واحده، يعني كل واحد بيعبر بطريقه غير التاني. فالارسال والاستقبال فيه مشكله، يعني الطريقه اللي انا بعبر بيها غير اللي هي بتعبر بيها بالظبط، وبالتالي بتبقى هي عايزه توصل لي مسج معينه. فاللي بيوصلني منها هجوم، بيوصلني منها ان هي بتخبط فيا، مش بيوصلني منها ان هي عايزه تقول لي مثلا انها محتاجه اهتمام. او محتاجه تركيز، او محتاجه وقت اطول شويه. يعني الخناقه المعهوده بتاعت اول ما برجع من الشغل، ان انت طول اليوم سايبني او مش موجود او ما بتسالش. فهو اول فكره بتيجي للراجل ان هي كده بتنتقده. وهي بالنسبه لها النقد ده هي عايزه منه حاجه ثانيه، او عايز نكد عليه او حاجه كده يعني. هو بياخدها ان ده نكد، طبعا بنخش في خناقه والموضوع بيتصاعد. بس هي المسج اللي ورا الكلام ده، انا عايزه اهتمام اكتر، عايزاه يسال عليها. بس هي ست غالبا مش بتعرف تقول حاجه مباشره، فبتجيبها له بطريقه يعني اندايركت، فبتخبطه بيها خبطات. طب هو السمه الشائعه ما بين الرجاله والستات، بحس ان الديه هي اللي بتعمل مشاكل كبيره قوي، ان هم يقول لها انت واقفه قدامي راس براس، انت بتعلي صوتك، انت بتتكلمي، انت مش في دايما كده، اللي هو الراجل شايف ان هو اعلى من الست فما ينفعش ان هي تتكلم معاه، فمبدئيا لازم يبقى في اداب للحوار عشان يبداوا يوصلوا لنقطه مشتركه. صحيح. وبعد كده نبدا نتكلم. طبعا ده نفسه بياخد فتره كبيره جدا في النقاش والجدل ما بينهم هما الاثنين، وبيفرهدوا، فممكن يسيبوا النقطه الاساسيه ويتكلموا فرعوا في تفريعات كتيره بتحصل طبعا. وممكن والله توصل لانفصال ومشاكل بسبب ان الحاجه التافهه دي قوي هما بيتكلموا فيها وسايبين الموضوع الرئيسي. هنا تتحل ازاي؟ يعني الراجل يعدي ولا الست تحاول تاخد يعني الراجل على قد عقله؟ يعني تعملوا ازاي يعني؟ خلينا ناخد الموضوع من بدايته. فكره النديه اصلا مش مقصود بيها ان احنا بنتناطح بالظبط، مش مقصود بيها ان احنا نقصد بعض. النديه مقصود بيها ان احنا يعني عندنا جزء من التساوي، يعني كل واحد له حقوق وواجبات. بس هو النضج ان انا اعرف كمان واجباتي قبل حقوقي. المشكله ان كل طرف بيدور على حقه بس مش بيدور على الواجب اللي عليه. يعني كل حد عايز ياخد الحاجه اللي له، هي فاهمه ان احنا عشان نتواصل فهي لازم تخبط فيه، فاحنا كده بقينا ايكوال. ايوه كده مش ايكوال، فده غلط من ناحيه الست. بالظبط، انت كده بتخبطي فيه فبتاذي كرامته، فطبيعي ان هو هيكون عنده رد فعل سلبي. وهو كذلك بيبقى فاهم ان القياده معناها ان اللي قدامي يخضع، ان اللي قدامي يبقى مجنون، تبقى ضعيفه وصوتها واطي، ما ينفعش. هو ده القياده، ودي مش علاقه بالقياده. هو الاتباع والطاعه شيء والقياده شيء اخر. ان اللي قدامي يعرف امشي الحياه وابقى انا القائد في الحياه محتاج مني حكمه، محتاج ان انا يكون عندي وعي والطرف الاخر عنده ثقه كافيه في الوعي بتاعي، يعني بيطمن لسواقتي، يركب جنبي هو مطمن ان انا هعرف اوصله لبر الامان. هو ده اللي بيجيب لنا اصلا التواصل الجيد. بس المشكله ان كل طرف عايز الحته اللي له ومش بيسمع للتاني. ودي اكتر مشكله عندنا. قافل ودنه. صحيح. طب دكتور، يعني هل دي حاجه ثابته ان لازم لما بعض السيدات والزوجات يعني يوصلوا مثلا الكلام لرجالتهم كده يقولوها بالطريقه دي وباللفه دي، مفيش طريقه على طول يعني بتتاخد بشكل مباشر؟
طبعا يعني اكيد الافضل ان احنا نكون بشكل مباشر بس هو طبيعه الست عموما في استقبالها للامور مختلفه شويه. يعني الست بتفكر مشاعرها صوتها اعلى بكتير من الراجل وطريقه تعبيرها عن المشاعر او مشاعر معينه بتكون اكتر من الراجل. الست عندها مهارات كلاميه طبعا اعلى من الراجل جدا، يعني مش قصدي جدا ما اقولكش بقى لا اقصد الاساءه تكسبه انت في الموضوع ده طبعا طبعا. انا قصدي ان لو راجل قاعد في وسط مجموعه ستات بيتكلموا مش ممكن يعرف يواصل كل الاحاديث. بس الست عندها قدره ان هي تسمع وتستقبل في كذا اتجاه في نفس اللحظه. صح. في عندها مهارات كلاميه اعلى من طفولتها. يعني البنت عموما بتكبر عندها الجزء الايمن من المخ اعلى من الراجل. والراجل على العكس بالنسبه له الفاكس بالنسبه له القواعد هي الاساس، فالمناقشه ما بينهم بيكون هو عايز يوصل لنتائج وهي بتتكلم في تفاصيل. هي سوري يا دكتور قطعتك، بس انا مثلا دلوقتي وصلت لمرحله ان انا لما حد يجي يحكي لي تفاصيل اقول له انجز، مش عايزه تفاصيل. هل انا يعني كده مختلفه؟ خالص خالص. انت عارف انت كويسه الفص الشمال كده عندي الفص الرجالي ولا باظ ولا ايه؟ خالص خالص. بس احنا بنتكلم عن العلاقه العاطفيه هتلاقي ده بيكتر فيها جدا. يعني ده ممكن يحصل في المناقشات العاديه في شغل في اصحاب في كذا، بس هتيجي عند البارتنر تلاقي الموضوع مختلف. عند الشريك هتلاقيكي مهتمة جدا، انا عايز احكي له كل التفاصيل وعايز اسمع منه كل التفاصيل وعايز اعرف هو عمل ايه بالظبط، قال لي مين ايه بالظبط. يعني التفاصيل بالنسبة لي مهمة حتى وان كان شكلها مختلف. يعني في تفاصيل بتهمني، مثلا في ست بتهتم جدا بالتواريخ، بتهتم جدا بتاريخ عيد الميلاد وعيد جوازهم وهكذا، وده بيكون اول يوم اتقابلوا ويوم اللي قالها فيه بحبك والكلام ده. وفي ست بتهتم تفاصيل هدايا، في واحده بتهتم تفاصيل مشاعر. بس في نهايه التفاصيل للست اهم بكتير من الراجل. الراجل بيفكر كولكتيفلي، بيفكر الصوره كامله. مش احنا وصلنا للنتيجه دي فتمام. فالنتائج بالنسبه له بتشغله اكتر بكتير من التفاصيل. فده جزء من الصدام اللي بيحصل في التواصل. طب دكتور معلش، الجزئيه دي برضو لما بيحصل صدام هنا في البعض مش بيستحمل لو حد على صوته شويه. طبعا في حد ممكن يتقبل الكلام بهدوء وفي حتى نيرفو اعلى وصوته اعلى، هنا التواصل يكون ازاي او هنا ازاي الواحد يحل الموضوع علشان ما تفرعش زي ما قلت حضرتك من شويه كده ان هو يخش في مشاكل تانية بره القصه خالص. صح جدا. هو فكره العصبيه عامه او الصوت العالي، هو محتاجين نعرف الباك جراوند بتاع الشخص. في ناس بطبيعتهم كلامهم العادي صوتهم عالي، التون بتاعه في الكلام عالي، ولما بيتكلم في حاجه بيتحمس جدا فصوته بيعلى. وفي اشخاص مش بتعرف تحكم غضبها، عندها مشكله في اداره الغضب. فانا محتاج يعني اقيم الاول الموقف بيننا شكله ايه. ومش كل عصبيه تساوي اهانه، يعني مش كل صوت عالي يساوي اهانه للطرف الاخر. طبعا في حد بيعلي صوته عشان هو متعود على ده، فمحتاج يقنن الامر، محتاجين نتكلم فيه. انا بتهيألي الموضوع ده بيرجع من الاول، من قبل الجواز. يعني هم لو شايفين ان واحد صوته واطي والتاني صوته عالي ما يتجوزوش اصلا، لانه في اختلاف فعلا. احنا نفسنا من الاسئله. انت بقول لك ايه، ما حدش هيتجوز بقى كده. ما على فكره يا دكتور، لا في ناس بتعدي البعض في الخطوبه وبييجوا في الجواز ما بيتقبلوش ده، لان مرايه الحب بتبقى عاميه. بس بعد ما بيتقفل عليهم باب واحد يقول لك طيب يعني احنا مختلفين. طب ما انتوا كنتوا شايفين الاختلاف ده في الخطوبه. انا بتكلم انه لازم الناس تتالف مع بعض من الاول في الطباع. يعني لو واحد بيحب المزيكا والتاني بيحب الرياضه، دي يعني مش هتتوقف عليها الخطوبه او الجواز. لكن لو واحد صوته عالي وعصبي والتاني نيرفو هادي قوي، ده دي يعني ممكن تبوظ حياه كامله. اللي بيحكمك في ده انت قدرتك على التحمل. يعني بالنسبه لي مثلا ما اقدرش اقبل حد كذاب، بس اقدر اقبل بخيل. ما اقدرش اقبل عصبي، بس اقدر اقبل حاجه يعني كل واحد. بس ممكن يقبل دلوقتي ما يقبلش بعدين، ما ولا بيتقبل أنا ببقى بعدين. عارف قدرتي في التحمل لحد فين. يعني في بالنسبه لي حاجات خط احمر ما اعرفش اقبلها بالظبط، في غيري بيقبل ده. جميل. والقصه كلها انا ابقى عارف يعني وعي بنفسي في الخطوبه هو اللي بيحدد بعد كده الجواز شكله ايه بالظبط. وان انا ما غلطش نفسي. زي ما حضرتك بتقولي كده بيحصل كتير جدا فتره الخطوبه، ابقى شايفه العله اللي موجوده وبقول نفسي بعد الجواز هيتغير او هيبطل كذا، ده ما بيحصلش خالص. او يظهر حاجه جديده طبعا، ودي مفاجآت. صحيح، ما في مفاجآت دايما كتير. ما قولهوش بقى بالظبط. مفاجآت حلوه والله العظيم، بنتجنن بقى كلنا. ما قولهوش مفاجآت حلوه، بنطمنكم جميعا ان شاء الله. انا حاسس ان شخصيا مطمنين جدا. مطمنين جدا باذن الله. بقول لك في جلسه جماعيه بعد طبعا، ما تقلقش ارجوك. طيب ايه اللي بيخلي الستات والرجاله مثلا في اول 5 6 سنين بيبقى فيه تفاهم وود والفه وحب شديد جدا، وبعد يعني 10 سنين 15 سنه احنا مش متفاهمين؟ لا لا لا، احنا لازم ننفصل. وفعلا بيحصل انفصال بعد 10 سنين طويلة، والموضوع ده شائع جدا الأيام دي يا دكتور بين الأزواج. ايه سببه؟ طبعا الانفصال في كل مرحلة له أسباب مختلفة. ولكن الانفصال اللي هو بعد سنوات طويلة ده، فهو نتيجة تراكمات، نتيجة ان في طرف من الطرفين بيسكت مش بيتكلم، فبيخزن جواه مرة واثنين وثلاثة، فبيجي في لحظة بينفجر.
رقم اتنين الاختلافات، ان احنا طول الوقت بنديفلوب، طول الوقت بنتطور. أيوة. ففي طرف اتطور وطرف لا. واحد اتطور في سكه يمين والتاني مشي في سكه شمال. حد جه في الاربعينات بتاعته بعد ما وصل سن ال40 قرر يعيش مراهقته اللي ما عاشهاش، فقرر بقى يسهر ويشرب ويعيش حياه تانية، وده مش نمط حياتهم اصلا. فقرر يبدا حاجه جديده في حياته وهي ما عرفتش تتقبل ده، ما عرفتش تتعامل معاه، ودي نماذج بنشوفها كتير. فوارد جدا التطور بتاعهم كاشخاص سلبا او ايجابا ياثر على الحياه، فما يبقاش ملائمين لبعض فننفصل. هنا يعملوا ايه؟ هنا بقى محتاجين نجدد رؤيتنا للطرف الاخر من بدري. يعني طول ما احنا ماشيين انا مش عايز اخد صوره ثابته لجوزي او لمراتي، مش نفس الشخص اللي اتجوزنا واحنا في ثانوي ولا اتجوزنا في اول سنين عمرنا، هنفضل كده لحد ما نكبر. احنا بنتغير كل وقت، فمحتاجين نجدد رؤيتنا لبعض. تواصلنا مهم جدا، نسمع بعض ده مهم جدا، نقعد مع بعض ونعرف اهتمامات بعض ده مهم جدا. ما ينفعش ابقى طول الوقت مثلا منشغل في شغلي ومش عارف هي بتفكر في ايه او بتحرك في ايه. كل مشاكل الزوجيه مشكلتها الاساسيه في سوء التواصل، اننا مش سامعين بعض ومش عارفين ايه اللي بيحصل عند الطرف الثاني. يا دكتور الاهتمام ما بيطلبش. دايما بنسمع الجمله دي، يقول لك الاهتمام ما بيطلبش، الاهتمام ما بيطلبش. طب هو ايه الصح؟ هل لو انا المفروض حاسس ان يعني ما فيش اهتمام بيا، وانا يعني كزوجه حاسه ان انا بخدم جوزي وبعمل كل حاجه على اكمل وجهه وشايله بيتي يعني بالكامل وكل حاجه 100 100، وبحس ان انا جوزي مش مهتم بيا، ونفس الشيء برضو الزوج بيحس ان ممكن بيعمل كل حاجه و100 100 وبرضو مش شايف اهتمام بمراته ليه، هل المفروض ان الطرفين يطلبوا من بعض الاهتمام ويقول لها على الحاجات اللي مضايقاه ويتكلموا فيها ويحسوا بيها، ولا يكتم جواه بعد كده ينفجر وهي تنفجر؟ عظيم. الاهتمام ما بيطلبش، دي تبقى بدايه الخناقه. الجمله دي بعدها بيجي خناقه كبيره، خناقه ضخمه، عشان دايما الاهتمام اشكاله مختلفه. احنا مش كلنا بنهتم بنفس الطريقه، مش بنستقبل اهتمام بنفس الطريقه. بالزبط. يعني في حد بيقول لي كلمه حلوه بالنسبه لي يومي بقى تمام ومظبوط. أيوه. وفي شخص تاني بالنسبه له مهم يجي له هديه غاليه مثلا او يجي له حاجه قيمه. وفي شخص بالنسبه له الاهتمام عباره عن لما يكون تعبان حد يجيب له الدواء، حد يناوله كوبايه الميه. فالاهتمام مش كله حاجه واحده، واللي قدامي مش كمبيوتر او هيفهم الحاجه لوحده. الاهتمام بيطلب جدا جدا، وبيعبر عنه بشكل يعني متوازن، مش بخناقه، مش بقفش، مش بتخبيط، مش بان انا اقلل من اللي قدامي، مش ان انا اقول له ان انت مش بتعرف تعمل او مش بتقدر تعمل، ان احنا ندور على لغه الحب المشتركه اللي نوصل بها المعلومه. وبيحصل تغيير فعلا؟ انه ان اللي قدامي يتغير؟ جدا جدا. لو انا عرفت مفاتيح اللي قدامي عرفت اتعامل معاه بذكاء بحكمه. يعني عرفت اوصل له المعلومه بشكل يفهمه. طب مش مفروض العلاقات ما بين الاثنين يبقى فيها اهتمام؟ يعني انا اهتم باللي هو كل حاجه وبيحبها من غير ما اقعد اساله، وراقب كده تصرفاته واشوف هو بيحب ايه وايه الكلام اللي بيحب يسمعه وايه الحاجات اللي بيحب ان انا ممكن اجيبها له وقت معين، مفاجاه معينه. والعكس برضو للراجل، انه لازم يهتم بالست بكل تفاصيلها. صحيح. ما ينفعش انا اقعد اعمل مجهود واقول له انا بحب كذا واعمل كذا ولو سمحت انا لما ابقى تعبانه ابقى تعالى وديني للدكتور. وده فندم بقى نقدر يعني نقول الركن الثاني لمشاكلنا في التواصل، الا وهو التوقعات. يعني احنا عندنا مشكله كبيره جدا في التوقعات والاحكام على الطرف الاخر. اني يعني ببقى متوقعه منه انه هيقرا افكاري او انه هيفهمني. ما انا خايفه اقول له تعالى وديني للدكتور يقول لي مش فاضي. هو ممكن يكون مش فاضي. حلو جدا. طب لو هو مش فاضي النهارده مش هيفضل مش فاضي على طول، ولو هو مش فاضي هيبقى فاهم ان ده احتياج عندي وفاهم ان دي حاجه مهمه بالنسبه لي وان ده يفرق معايا. في حين ان في مثلا ستات ما بتحبش حد يروح معاها، بتحب لما تروح مشوار ده بتحب تروح لوحدها، بتحب لما تشتري حاجه بتبقى لوحدها. يعني كل واحد طريقه حتى اهتمامه بنفسه مختلفه. بس مهم جدا الاول ابقى انا مهتمه بنفسي، ابقى انا بعرف اراعيها، فبعرف اطلب الاهتمام ده. وفكره ان انا اتوقع من اللي قدامي انه يقرا افكاري او يقرا اللي جواه من غير ما اقوله، ده بيدخلنا في مشاكل كتير جدا. يبقى نقعد نتكلم كده بصراحه، انا عايزه ايه وانت عايز ايه، انا عايزه ايه ومحتاجه ايه، وانت تقدر يعني كفاءتك في الشيء لحد فين. بس ده مش عملي قوي، يعني ده بيشيل العاطفه وبيدخل العقل في العلاقه. ما هو ده بيخلينا نتواصل من البدايه قبل ما نوصل لمشاكل، قبل ما نوصل لصدمات، يعني قبل ما نوصل لمرحله ان احنا نختلف لاننا مش فاهمين. وبعدين ده مش بيحصل طول الوقت، يعني دي مش اونجوينج بروس، مش كل يوم بنقول ده. بس بنقف في محطات نتكلم فيها. يعني من ضمن الاكزامبلز البسيطه اللي ممكن نعملها مع الناس ان يكون عندنا كراسه كده، واحد بيكتب الحاجات اللي بتضايقه او اللي عامله له مشكله هايلايت، بدل ما يعبر عنها بشكل تصادمي. انا كتبت عندي النقطه دي، وهنقعد مع بعض قعده صراحه في ساعه في نص ساعه نتكلم فيها، عندي واحد اتنين تلاته. فبعبر اللي قدامي عشان يبقى الدنيا رايحه جايه. ومش بس بعبر عن السلبي، بعبر عن الايجابي كمان. فده يعمق التواصل ما بيننا. اتمنى ما يبقاش بس رايح ما يرجعش، تبقى مسؤول. طب دكتور معلش، الجزئيه اللي فاتت دي برضو يعني شغله بالي، هل هنا الواحد يطلب الاهتمام بس بشريكه، ولا ممكن يطلب الاهتمام بالدايره بتاعته اللي حواليه، من صديق، من ام، من اب، من اخ، من اخت؟ طبعا طبعا من كل الناس بطلب الاهتمام، من كل الدوائر اللي عارف ان ليا عندهم قدر.
اللي عارف ان انا مهمه عندهم لدرجه ناس دي مستعده تبذل عشاني وتبذل عشاني بدرجات مختلفه بدرجات متفاوته. هي يعني مش كل الناس بتبذل بنفس الطريقه ومش كل الناس حتى انا اهميتي عندهم زي بعض. فكل واحد بيشيل بالطريقه اللي يقدر يشيل بيها بكفاءته هو الشخصيه وحسب اهميتي عنده. طيب ما المقصود بالمساحه الشخصيه ما بين الرجل والست في العموم ولا في العلاقه الزوجيه؟ في العلاقه الزوجيه طبعا هي المساحه الشخصيه دي اكتر حاجه من المتروكات في علاقاتنا للاسف الشديد. يعني احنا بننساها تماما. يعني الام مثلا عندها ولادها وجوزها وشغلها بتنسى تمام مساحتها الشخصيه. الراجل لو عنده بيشتغل شغلتين مثلا وعنده البيت وعنده بينسى المساحه الشخصيه. ايه هي المساحه الشخصيه؟ حلو جدا. رقم واحد هو اهتمامي بيا، يعني اهتمامي جسديا بنفسي. أحب صحيا نفسي. ان انا اعرف اهتم بيها صحيا الاول. تمام. يعني بنام عدد ساعات يسمح لي اني اعيش، بعرف اكل وباكل نفسي اكل كويس. مش بسيب نفسي مثلا الفاكهه البايظه باخدها انا وبدي لهم احسن حاجه. او بسيب نفسي اخر حد في الدنيا، فبعمل ايثار لدرجه ان انا ما بشوفش نفسي. فانا محتاج ابقى شايف نفسي صحيا الاول جسديا ثم نفسيا. وعندي مساحه وقت شخصي بعرف اتبسط فيها، بعرف اجدد طاقتي فيها، بعرف استمتع، بعرف اقعد مثلا مع صحاب، بعرف افضفض، بعرف اعبر عن نفسي، فعندي المساحه الشخصيه بتاعتي. طيب حلو جدا الكلام ده. لسه برضه هنكمل بقيه الكلام بتاعنا، وبرضه يا جماعه كلمونا لو انتوا عندكم اسئله برضه من خلال الفقره ان شاء الله. بس هنطلع معاكم لفاصل صغير ونرجع تاني نستكمل بقيه حوارنا مع دكتور مصطفى النحاس اخصائي الطب النفسي. يلا بينا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم فقرتنا مع دكتور مصطفى النحاس اللي منورنا اخصائي الطب النفسي. والنهارده بنتكلم عن ازاي يتم التعامل بين الرجاله والستات وازاي الرجاله تتعامل مع الستات. قبل الفاصل كنا بنتكلم مع دكتور مصطفى عن المساحه الشخصيه، كل واحد من حقه مساحته الشخصيه سواء الراجل او الست. وحضرتك اتكلمت عن الايثار الزياده عن اللزوم ممكن يخلي الشخص ما يحبش نفسه او يبوظ العلاقه نفسها. عايزين نتكلم برضو عن يعني ايه برضو انواع المساحه الشخصيه اللي ممكن الراجل ياخدها او يديها لنفسه والست كمان تديها لنفسها. حلو جدا. هو مش بس الايثار بيأثر على الشخص، كمان بيأثر على اللي قدامه. يعني من كتر انكاري لنفسي بعد شويه اللي قدامي بينكر وجودي بالزبط. في العلاقه بالظبط. والولاد كمان طبعا. يعني بينكر حتى ان هو يهتم بيا. الام اللي بتؤثر ولادها على نفسها طول الوقت لدرجه ان هم مش متعودين يشوفوها بتهتم بنفسها، هم لما بيكبروا مش بيعرفوا يهتموا بيها عشان هي ما عودتهمش على ده من صغرهم. مظبوط. يعني مساحتها الشخصيه مهمه جدا مع اولادها ومع جوزها. كل واحد عنده حق ان يبقى موجود، عنده الحق انه يعمل الحاجات المناسبه له ونبقى عارف يعني يتبسط ويستمتع بيها من غير ما يحس بالذنب. لو هي قعدت مع نفسها مثلا تشرب فنجان قهوه، تقعد في البلكونه شويه تتفرج على الشارع حتى، ده مش معناه ان هي بتيجي على اولادها. لو قعدت تتفرج على مسلسل شويه واتفرجت على حاجه اتبسطت بيها، هي كده مش بتيجي عليهم. ففكره رؤيتي لنفسي مهمه جدا. طب لو حد مثلا من ولادها طلب منها حاجه وهي قاعده في الـ في الكواليتي تايم بتاعها، حلو جدا، تتصرف معاه ازاي؟ محتاجين نحط حدود لده. يعني طبعا في حاجات عاجله وطارئه، في حاجات مضطرين لها حالا، ده لكل البشر. بس مش كل حاجه عاجله وطارئه، مش كل حاجه لازم تحصل حالا. أيوه. مثلا الاكل والشرب له وقت وله مواعيد وله شكل. لو هو دلوقتي محتاج ياكل حاجه ساندوتش يعمله لنفسه، محتاج يتعلم يعمل ده. يعني فكره ان انا النهارده منظمه الدنيا عندي ده بيسهل عليا الوقت الشخصي. وان كل واحد بيتولى مسؤوليته في البيت ده برضه بيسهل عليه. المشاركه دي مهمه جدا، فكره المشاركه مهمه جدا جدا، محدش يرمي كل الاعباء على طرف واحد. صحيح. ودي كارثه. طب دكتور، يعني برضه يعني من ضمن المساحات اللي ممكن ناخدها في حياتنا، هل هنا يحق لاي حد من الازواج او الزوجين يعني ان هو يبص في موبايل التاني او يمسك موبايل التاني يفتش فيه يبص فيه؟ دي يعني طبعا يعني ده غير كلمه السر دايما اللي هي معروفه، يعني لازم تبقى موجود. مين بيدور على كلمه السر؟ محدش بيدور على الباسورد. هي عامله بصمه لنفسها وعامله فيس، بتعرف تلاقي كل الحاجات. الستات عندهم قدره على الستوكنج غير عاديه. الستات شاطرين جدا في المراقبه والمتابعه لكل الموبايلات. هو بس يا دكتور الحاسه السادسه والله اللي بيجيب والله كل حاجه. والله الحاسه سبعه. دي حاجه مرعبه. بيجيب كل حاجه. هو يعني فكره الموبايلات وفكره ان الواحد الطرف الاخر اشوف تليفونه وراقبه وعامل سكاننج، دي من اكتر الحاجات اللي بتؤدي لوصول العياده النفسيه، من اكتر الحاجات اللي بتؤدي لمشاكل زوجيه كبرى. يعني فكره المتابعه والمراقبه للطرف الاخر، انا بقعد اراقب زلاته وبراقب كلامه. لا ده شك كمان، ده شك طبعا، غير ان في شك. يعني قصدي ان النهارده لما بقرا تشات مثلا بينه وبين حد، بينها وبين اختها، ما هي جايز تقول اي كلمه في لحظه غضب، في لحظه مضايقه. لا في اسرار كمان، يعني في اسرار بيني وبين صحابي، بيني وبين اسرار أختي. شخصيه طبعا، ما ينفعش حتى لو جوزي برضه. حلو قوي. بس انا قصدي كمان لو بتتكلم عن جوزها، يعني هو قرا حاجه عن نفسه. فهي جايز في لحظه الغضب هي بتقول حاجه عابره، بتقول حاجه بتطلع عن بتنفس عن نفسها، ملهاش علاقه بالواقع ولا اللي هي مقتنعه بيه. بس هو خد ده لان ده كلام اللي جواها، والعكس طبعا للراجل وللست.
فالست تقرا مثلا تشات بينه وبين مامته فيتفاجئوا فتقتنع بقى ان هو عايشه مع واحد تاني. لا مش واحد تاني، هي دي لحظه غضبه، هي دي كلمه يعني عابره قالها وخلصت. فبالتالي فكره المراقبه دي هو حتى دينيا مش مقبوله وملهاش اي مجال في يعني حتى علميا، فكرة يبقى عندنا حدود نفسيه مع بعض مهمه جدا. واللي عنده ما عندوش مشاكل مع حاجه ولا الهوى وعنده ثقه في نفسه وهي عندها ثقه في نفسها هيسيب موبايلاتهم كده عادي مثلا، ايه المشكله يعني مثلا؟ ولو سابت موبايلها ولا حاجه غريبه جدا حصلت معايا شخصيا يعني. المهم كان عندنا شغل هنا في القناه، كان حاجات بنعملها يعني في المونتاج فوق، فقاعدين يا ميار فالمهم ايه، فبنظبط حاجات، فانا في حاجه عايز اجيبها مع الموبايل بتاعي فمش لاقيها. فالمهم ايه، انا مره واحده تحس يا دكتور ان انا فقدت الذاكره. اوكي بجد والله، في لحظه كده مش فاكر الباسورد بتاعي خالص، بلاك اوت والله ما فاكر. وقاعدين فوق مع اصحابنا مش عارفين نعمل ايه، نحاول مره واتنين بندخل الباسورد غلط بتاعنا بتاعي، اعمل ايه اعمل ايه؟ رحت مكلم مراتي بقول لها بقول لك الباسورد ايه، رحت قايله لي رحت مدخله، راح الموضوع. شفت بقى هو ده اهم حاجه، ان كل واحد يقع الباسورد بتاع التاني. ده دليل على نزاهتك. والله لا بتكلم بجد والله، حسيت ان انا فعلا ايه ده، هو احنا ازاي كده، الدنيا عندنا جميله. لا ده عشان عشان في ثقه والله العظيم، الحاجات دي يعني ما بتطلبش فعلا. لو الراجل حابب يدي الباسورد بتاعته لمراته او العكس للطوارئ يعني او حاجه اوكي، لكن لو انت يعني طلبتها منها مخصوص عشان تستاك وتعمل الكلام ده، ده مش احسن حاجه طبعا، ده بيعمل مشاكل كتير. طبعا امر بالتراضي مش يعني. مش فكره ان انا حد فيهم فوق التاني، مش طرف فوق التاني بالامر، وفي نفس الوقت لو حد فيهم بيعمل حاجه يبقى احسن انه ما يعرفهاش. في احد الكابلز مره في العياده هو سابها يعني انتهت خطوبتهم، عشان لما دخلوا مكان الموبايل بتاعها دخل انترنت يعني فتح الواي فاي بتاعت المكان. قال لها بقى انت جيتي هنا قبل كده يعني، اقصد بقول التركيز الشديد في تفاصيل الحاجات الصغيره اللي بيننا وبين بعض دي طبعا بتفسد الامور. يا دكتور نورتنا، فقره مميزه جدا، احنا بنستمتع بوجودك، ارجوك ما تحرمناش من وجودك معانا. رمضان جاي ان شاء الله، صوم طيبين. صح وسلامه حضرتك طيب، وشكرا جدا ليك ولوجودك معانا النهارده. شكرا شكرا، ربنا يخليكي. شكرا جدا ليك يا دكتور، نورتنا جدا. احنا لسه مكملين معاكم ان بوكس بعد الفاصل بقى، الفقره الرياضيه واخر الاخبار الرياضيه مع فاروق، استنونا. باي باي.